معنا اللي حيكون هذا اليوم معنا راح يكون معنا انسان مناضل سياسي رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري. نقدروا نقولوا عليه انه راجل يطبق في حياته المثل اللي يقول درهم وقايه خير من قنطار علاج. هو المسير السياسي والمفكر الجزائري عبد الرزاق مقري، انسان تمتع بشخصيه قياديه من الصغر. ثقته في نفسه وشجاعته خلاوه يشق طريقه وحده. يكره الخساره لانه يحدد اهدافه بدقه، وعلى جالها يتحدى كل شيء حتى لو وصل للموت. يحب الحقيقه ويسعى لها، وهكذا خلق أفكار قدر يجمع بيها بين جيلين. بات بانيك يا جماعة، عبد الرزاق هو اللي حط القوانين اللي يمشي عليها، وشعاره في الحياة نقولها نموت ما نقولهاش نموت، ما لا نقولها خير ونموت. مرحبا بك استاذ. سهلا، مرحبا. ايش ما نعطوكش كاره ولا واش ندير بها؟ انا ما عندي ما ندير بها. في حلاه حلاه نحوسوا على الشفافيه تعطيها لي او باي ولا الشيخ ولا بدنا نعطيكش ما نعطوكش كاره ولا استاذ. مرحبا بك استاذ. سهلا، وشكرا اللي جيتنا ولبيت هذه الدعوه استاذ. اهلا وسهلا بكم، متشرفين يعني. تحيه لكم وللحضور والساده المشاهدين يعني. مرحبا بك استاذ، اتمنى التوفيق لهذه الحصه الطريفه يعني. شكرا. عايز. شكرا خفيفه ان شاء الله. شكرا استاذ. انت اولا احنا موضوعنا تاع اليوم الرشوه، هل الرشوه تفشت في المجتمع الجزائري والفساد اصبح ظاهره عاديه؟ وانا خليني انا نقول لك علاه جيت الحصه. تفضل استاذ. هذه الحصه مميزه، واني ربما هذه اول مره نخوض هذه التجربه. مغامره شيخ. ان شاء الله ما تكونش مغامره، الله يبارك يستر. على كل حال احنا راح نخاطبوا جمهور مش متعود ربما يتفاعل كثيرا مع الشخصيات السياسيه. احنا عندنا جمهور، وهذا جمهور جديد علينا يعني، حابين نتعرفوا عليه ويتعرف علينا، وحابين ما تكونش كاين جذور بين الجزائريين، ما يكونش كاين ديمور بين الجزائريين، حابين الجزائريين كلهم يتلاقاو، تكون كاينه مساحات مشتركه بيناتهم. فانا راني الان داخل في هذه التجربه، بنخلي تنوع الجزائري يلتقي ان شاء الله. يا ربي اللقاء هذا ما يكونش فيه صدام. ما تخافش بالعافيه ان شاء الله. مرحبا بك استاذ، مرحبا بك عند الجمهور تاعنا استاذ. اذا استاذ نرجعوا للموضوع تاع الحصه تاع اليوم، هو تكلمنا على الرشوه. نعاود الاستاذ السؤال، هل الرشوه اصبحت ظاهره عاديه الان في المجتمع الجزائري والفساد؟ الرشوه تعمت، والرشوه هي وسيله من وسائل الانظمه غير الديمقراطيه للاستمرار في الحكم. الانظمه غير الديمقراطيه عندها عده وسائل بتستمر في الحكم، من بينها تعميم الرشوه. لما الرشوه تعمم، يعود موظف بسيط موجود في طرف الجزائر يعني، في بلديه في دائره، هو عنده الصالير تاعو ويزيد في الصالير تاعو من الرشوه قهوه، يعني كل ما له علاقه بمصالح الجزائريين يعني يدي عليها حوايجه. فهذا مستفيد من نظام مرتشي. لما يجيو مثالكم هكذا انتم يعني تحبوا تغيروا المجتمع عن طريق المسرح عن طريق الفن، يتقلقوه. علاه تقلقوه؟ لان انتم تقولوا لازم الحال هذا يتبدل. هو كي يتبدل ما تخرجش عليه. كي يتبدل الحال يتبدل، واش ما كي يتبدل واللي مسكين يرجع للصالير تاعو برك. إذا أنتم مصيبة عليه، فهو ماذا به ما يتبدلش يعني. صح. الأنظمة غير الديمقراطية هي اللي تعمم الرشوة، هي اللي تتساهل بتعود الرشوة موجودة في كل مكان، لأن تعميم الرشوة يخلي الأنظمة غير الديمقراطية متحكمة، يعود عندها جيش من المرتشين في كل مكان يدافعوا عليها. ما هوش لأن هذاك اللي ياكل الرشوة راه يعرف فلان، جماعة تاع السطح هذو. صح صح. يعني مش معناه أنه يعرف وما يعرفهمش، بصح هو مستفيد من السطح بطريقة غير مباشرة، ما دام جماعة السطح موجودين هو ياكل الرشوة. لو كان جماعة السطح يروحوا هو يعود ما ياكلش الرشوة، فماذا به السطح يبقى ديما موجود؟ ليش تنخلوه؟ استاذ نتكلموا على احنا في الحصه نتاعنا، نحبوا نتكلموا حتى لو كانت شخصيات سياسيه. استاذ مقري يعرفوه من الجانب السياسي ومناضل سياسي، لكن احنا نروحوا للجانب الشخصي. استاذ انت من مدينه مسيله. نعم. متزوج، عندك 8 اطفال استاذ. 8 وليدات. الله يبارك. الله يبارك. ربي يبارك استاذ. بنات ولاد شعال؟
عندي 6 ذكور واثنين زهرتين. الله يبارك فيك يحفظهم لك ان شاء الله. ربي يحفظهم لك استاذ. الزوجه ما كتب البيت ولا تعمل؟ الزوجه هي عندها هي جامعيه يعني وخلصت الشهاده نتاعها، ولكنها فضلت انها تكون تشتغل في البيت. وانا من الناس اللي يقولوا بان المكوث في البيت هو من انبل انواع العمل تاع المراه. يعني المراه الماكثه في البيت مش معناها كما يقولوا في بعض الوثائق قال واش لا بروفيسيون تاع الماكثه فيه يكتبوا صون يكتبوا لا شيء. هذه اهانه للمراه الماكثه في البيت، لان المراه الماكثه في البيت هي كذلك تعمل، هي كذلك تقوم بعمل مثلها مثل زميلتها اللي تشتغل. يعني من حق اي جزائريه يعني تشتغل. احنا في مجتمعاتنا المراه عندها الزهر. وضح لي هذه، وضح لي كيف عندها الزهر. المراه عندها الزهر الثقافه تاعنا، ثقافة تاع مجتمعاتنا اللي بناها البعد الإسلامي، البعد تاع الجماعة كما يقول الجماعة بلاد القبائل، يعني معناها المجتمعات يعني اللي عايشة في هذه الأجواء. المرأة مش كيما عند الأوروبيين لازمها تخدم كيفها كالراجل، لو كان ما تخدمش ما تعيش. المرأة عندنا احنا تقدر ما تخدمش وهي السيدة في البيت، بصح كي تحب تخدم ما عنده حتى واحد الحق يمنعها. كي تحب تخدم تخدم، كي تحب تخدم تخدم بإرادتها، ما تخدمش لأن زوجها يقول لها كما موجود عند القور. زوجها يقول لها لو كان ما تخدميش وما تجيبيش الشارية تاعك ما نتفاهموش، لازم كل شيء مقسوم. تمر عندكم الزهر، يعني المرأة عندها الزهر. كي تحب تخدم تخدم، وكي تحب ما تخدمش تبقى هي المعلمة في البيت. الراجل هو اللي عليه الواجب تاع العمل، الراجل هو اللي لازم يجيب الدراهم ويجيب القفة بالذرع عليه. يعني ثقافتنا تفرض عليه هذا. في كل حالات رابحة. في كل حالات رابحة، بارك الله فيكم، يعطيك الصحة. شفت يا كمال، شفت يا كمال. اسمح لي. وبالتالي أنا المرة تاعي رابحة دوب لو مون. اسمح لي عبد القادر، خلي نجيبوا سي مقري وكاع. قلت له ما كاش مشكل أنا نضحكهم ومقري سيريو. فينالمون تضحك وأنا سيريو على شخصك. علاش دير المشاكل؟ معليش يعني. أنا اليوم مانيش في البروفيل المعروف تاعي، راني في بروفيل واحد آخر مش معروف يعني، هو موجود فيا ولكن مش معروف يعني. حنا نتعرفوا عليك أخر. اسمعني عاد ندير لك خدمتك يا شيخ. هو راني نخدم. جيبوك للسطح معنا شيخ. نقدر ندخل مع جماعة السطح. مرحبا بك شيخ. أنا مثلت أنا ثاني من قبل يوم. على بالك بلي الأستاذ مقري دار المسرح؟ على بالكم بلي الأستاذ مقري دار المسرح؟ دار المسرح وأسس حركة مسرحية في داخل منظمة أستاذ اللي تقدر توضح. أنا أولا درت المسرح في 81 82، كنت طالب، كنت شعب كما أنتم هكذا يعني. درت مسرحية، درت حالة عند الطلبة فيها الضحك، فيها القصرة، فيها السيريو، فيها كلش. أنا مثلت الدور تاع شيخ زعما، دير واحد لابارب هكذا بيضاء وكذا، زعما نمثل التاريخ، زعما أنا الضمير تاع البلاد. راك حافظ منها مقطع سيد مزعقل عليها شوية؟ أنا ندخل كي نقول أول كلمة نقولها أنا التاريخ، هكذا نقول أنا التاريخ. سيد عبد الرزاق هذا ماشي شيخ، هذا قلت لنا ممثل، عبلي الشيخ شيخ. لا لعبتها شيخ هذاك الوقت. هذاك الوقت لعبتها شيخ، أنا كنت جون. فدرت مبارب هكذا يسمى، كي نجي ندخل داير عصا هكذا، ولي جون زعما كانوا في القهوة، ومن بعد وقع نقاش كبير بيناتهم ودخلنا فيها قضية فلسطين، واحد الخليطة كبيرة على كل حال. أنا نجي داخل عليهم ونقول أنا التاريخ. أنا أقول أنا التاريخ، الدنيا كنت تسكت ويبقى زعما يسمعوا في التاريخ. يعني للأسف من الصغري زعما داير روحي نفهم خير من التاريخ. أسست فريق تاع مسرح يعني عنده تقريبا 5 سنوات في تاع الشباب، واحد الأكاديمية كنت موجود فيها بالتليفون دوك. على كل حال يعني خلاص ما نحتاجوكش يعني، اسمه أكاديمية جيل ترجيح. جيل ترجيح. إيه وده يعني ساعدناهم مساعدة قوية يعني، بحيث داروا مسرح وأنتجوا العديد من المسرحيات. يعني أنتجوا مسرحية اسمها هيثم، يعني لواحد زميلهم كان مات بوفاة. وهذا المسرح فيه نساء ورجال. نساء ورجال. انا كسرت الطابو. شفت يا كمال، انا كسرت الطابو في التيار الاسلامي. ربما اول مره تطلع البنت مع زميلها الشاب على خشبه المسرح. طيب صح، هذه معلومات ما كناش نعرفوها. هذه علاش ما تقولهاش في الاحزاب السياسيه في الخطابات السياسيه؟ خرجوا للجمهور عندهم 3 سنوات في قاعة الأطلس وداروا مسرحية كبيرة. هذيك المسرحية داروها على الشيخ بوسليماني ربي يرحمه، كان يعني قتل الإرهاب يعني. ومسرحية ما كانش اللي ما بكاش في هذيك الحصة. هذيك داروا كذلك مسرحية على نوفمبر، يعني تكلموا على الجيل الجديد وكذا. داروا مسرحية على الرشوة، داروا عدة يعني بعض
بعض البياس صغار خفاف هكذا يسمى، وبعض البياس يعني حضروا صح. في الخطابات تاع الاستاذ عبد الرزاق بقري لما تكون في خطاب سياسي تبان سيري بزاف على المفروض باش تخاطب جمهور شاب، لانه الشباب يمثل زخم انتخابي لاباس به. نورمالمون تكلموا بلي حنا درنا المسرح، وحنا انا كسرت الجدار تاع التيارات الاسلاميه باللي درت شاب مع امراه والمراه عندها تقدر تخدم. في الخطابات السياسيه احنا كي لما نشوفوا عبد الرزاق بقري احنا بروحنا كيجي نقولوا بلي عبد الرزاق بقري كيفاش غادي نتكلموا معاه. سمعت حوس دخلني في البوليتيك الى دخلت البوليتيك مازال انا جاي للبوليتيك. شوف يا ولدي هنا انا جاي للبوليتيك. شوف هذا النظام السياسي هذا هو اللي سحر الساحه السياسيه. دوكا شوف الزعيم السياسي كي يتكلم على اقتصاد موش على المسرح، كي يتكلم على اقتصاد يبان باللي غريب شو يحكيها. كي نقولوا لهم باللي ودي راكم مدينا الهاوي راهو البترول ما يدومش، خلوا الناس يتشمر على ذرعها وبها تخدم. واش تهضرنا انت على الاقتصاد هنا؟ واش هضرنا على البوليتيك؟ هضرنا على الانتخابات. كي تهضر على الاقتصاد تبان غريب، واذا هضرت لهم على المسرح تبان اكستراتيرست شويه يعني. شوف باش تعرف هذه المعلومه قالها لنا معلومه مهمه، انه إن السياسيين كون يهضروا على المسرح يبانوا دي اكستراتيرست. شوف النظام تاع المثقف، شوف النظام هذا التسحير يسموه التسحير تاع الفكر تاع الثقافه وتاع الطبقه السياسيه. صح. معنا اليوم الاخت امينه بالعبد راح تقول لنا دارت لنا كرونيك على الرشوه وكيفاش نعاملوها احنا. الرشوه تجوز ولا ما تجوز؟ تفضلي امينه. لا وانا رشوه تهضر انت؟ لا رشوه كاينه، ما كاينش رشوه، ما كاينش خويا رشوه. صباح وانتم انا نعند فيكم برك، انا جيت خدامه على روحي. لا هي رشوة. لا هي عقيله تهضر على تهضر تحب تهضر على الهديه وعلى كراميات بلاك بلاك. يا استاذ هو يعني ولاد الدراج معروفين بخفه الدم، الدراج طق جابه في الجنان معروفين بخفه الدم. بصح يعني الرشوه هذه قبيله شفتك تهضر، ما انا ما شفتش رشوه وما عنديش. كاينش رشوه، حاجه ما تكزيستيش، وما حاجه ما تكزيستيش. استاذ نهضر لك على وحده باغ اكزومبل كي تكمل قرايتها وحلمها الوحيد واش راح يكون؟ راح يكون انها تحكم بوست كيفها كيف للياتها، وتجيب لابي وتصرف على دارهم ولا على راحها، تروح تقرا اعلان في الجورنال على توظيف. اول حاجه واش تروح ديرها؟ تهز الدفتر العائلي وتتوجه لاميري باش تجبد الدوسي. أسيدي الطفلة هذه كي تروح لاميري باش تخرج الدوسي، ما يخفالكش كادر باللي الدواسة تاعنا فيهم 5 كيلو والله يبارك، وتقيس لاجون ولا واحد من العمال ب 20,000، عجل هذيك الخمسة كيلو وتخرجهم في البلاص، هذه رشوة أستاذ. إيماجين هاد باغ إكزومبل ما كانش لي زامبريمي، ما كانش لي زامبريمي، مدت له في 20,000 كي كان لي زامبريمي، تمد له 40,000. وتولي الحكايه كابوتشينو وسيدي يروح لدارهم. انت كنتي زاهي فرحان، زاهي فرحان، هو فرحان وهي فرحانه، يلقى مع عام 12 هو يشوف المطر روبيني، شربوا شويه قهوه شويه كابوتشينو، مشوا منه منا جزائري. اي والله تروح هذه الطفله تهز هذاك الدوسي وتقصد رب العمل. هي تقصد رب العمل، يظهر السيد نزيه ما يدوموندي لهاش قهوه، ما يدوموندي لهاش القهوه، انما أني خايف يروحوا بعيد. وين راح يروح؟ هي راح يديها تشرب القهوة لا أكثر ولا أقل. وشنو؟ يديها تشرب معها القهوة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه السيد كريم. كريم كريم يديها تشرب قهوة وبالك يخلص لها كابوتشينو. إي بور بابا؟ ها؟ اسمها تقلبت هنا، كانت هي اللي تمد ولا هو اللي يمد يعني؟ خويا هذه يخلص لها القهوة، هذه إن دلت على شيء يا كادر فإنما تدل على كرم وتواضع هاد المدير هاد المسؤول للطبقة الكادحة. علاه الطبقة الكادحة دي متشوفة؟ خاصة إذا الطبقة الكادحة مرأة. الطبقة الكادحة. يا أستاذ أنا ما قلت لك، أنا ما قلت لكش طبقة الكادح، قلت طبقة كادحة وأنت أفهم وحدك. يا سيدي الطفله هذيك يحب يكبر فيها طموح وتحب تدير بروجي، دير بروجي وتخرج قرض تاع مليار، درك ما بقاوش يطلبوا 400 و500، وكي تمد منها 200 مليون واش فيها يعني؟ 200 مليون، سيد هذا المسؤول اللي يطلب لها ال 200 مليون ما عندوش الحق يشري ابارتمون جديده؟ ابارتمون جديده وين يا استاذ؟ في اسبانيا، في اسبانيا يتفرج اللايف تاع البرسا والريال، ما عندوش الحق يبدل لافواتور تاعو؟ عنده الحق. مرته مسكينه ما عندهاش الحق تبدل ذهبها
عندها خلخال، عندها مقياس، عندها ولي موديل كل يوم وتخرج كل يوم يخرج واحد جديد. وتانا استاذ ما تنساش ولي ذهب وغلا، ذهب وغلا. إيه العام هذا طلب 200 مليون، العام جاي قادر 400 مليون، وهلو ما جرى. وليك هاد يا استاذ، هذا واحد يا استاذ كيحب يولي رئيس حزب، رئيس حزب ويلم الاصوات ها، والصوت يسقاملو ب 100,000 طورو ها. هذه رشوه؟ ماشي رشوه، ماهيش رشوه، هو يخدم البلاد. غير المواطن، لانه هذا المواطن محتاج قفه. يا مواطن انت محتاج قفه ولا محتاج خطابات سياسيه جوفاء؟ قولوا لي الحق، قفه ولا خطاب سياسي؟ قفه مفرات ها. ويزيد يكبر فيه هذا الرئيس الحزب الطموح ويحب يولي رئيس، حب يولي رئيس تاع الجمهوريه. إذن حبسي حبسي، هذه نعيط 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 للسي ميلود اللي واعرف اسم نعيط، هذه نشاوروا عليها. الو الو، السلام عليكم سي ميلود. ما عيطليش، هي قالت رئيس وما عيطليش. ماكش معمر كريدي. لا غير بغيت نقول لك باللي باغي تقول باش يولي رئيس يليق يليق يمد يليق. اش بغيتي تقولي؟ يليق يمد، يليق يمد. راهي تعاود نطردها، ما كاش مشكل سي ميلود، ما كاش مشكل سي ميلود. قال لك نوضي ما تقعديش معانا. شو هادي النوض؟ هاي سموها رشوه؟ هذه سمو، قلت لكم بلي سمو استقرار البلاد. استقرار، انا قاعده نقول لك بلي استقرار. استاذ الرشوه ولا استقرار البلاد؟ والله هي راهي تقول استقرار كيما انت خويا. والله سبحان الله، خرج يا خويا. هي راهي تقول كيما انت. سبحان الله، متفاهمين زين، متفاهمين خويا. انا نهضر في كلمه الحق نطرد، مالها نسكت؟ انا فضت اخويا خواتاتي لاخروني تاعي. إذن كانت معنا أمينة بالعبد. كاينة واحد الصورة أستاذ، بغينا نوروها لك، شوفها لكن تعقل عليها السيد. شفت منين جبت هذه؟ شفت أستاذ؟ الأستاذ عبد الرزاق مقري. هذا اللي منه، اللي منه عرفته. وهذا اللي منه أستاذ؟ هذا أخويا. وهذا اللي منه؟ هذا بني وليده. شفت قالك امين، هذا اخويا وهذا ابني. لا حد قلت هذا اخويا، هذا لا اخويا عزيز عليا، هذا اخويا عزيز، هذا 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 مول العين اخويا هذا. وش بيك؟ الله يبارك، الله يبارك. يا ابني، يا ابني، تحيه ابني، هذا امين امين امين. هذه الصوره شحال كان عندك من عام استاذ؟ دوزون هكذا. دوزون استاذ. انت استاذ قريت في ثانويه مختلطه ولا كانوا، حنا مثلا في بلعباس كانوا بعض الثانويات فيهم غير البنات، ولا كاين ثانويات فيهم غير الاولاد؟ يا ودي حنا من الصغر ومخلطين احنا. بس ملي كنا صغار احنا في الاختلاط. اودي انت كنت شباب، استاذ كنت شباب وجميل حد الان، مازالك جميل. سير كانوا عندك شويه مشاكل في الثانويه استاذ سير؟ ما كانش في العائله استاذ، ما كانش. ولكن انا كيجي خارج وما ترقيني اسم. الله يبارك. اذا استاذ تقدر تعلق على حاجه اللي قالتها تاع الرشوه والقهوه والاستقرار، وهذه المساله تاع يا الفساد يا ضرب الاستقرار؟ هذا وحنا قلنا على كل حال باللي الانظمه الشموليه هذه عندها عده وسائل باغا تبقى موجوده في الحكم. عندها الزبونيه، ونخاف نطول وكان نحكيو فيها، وعندها هذا تعميم الرشوه. لما تتعمم الرشوه يصبح كما قلنا واحد موظف ما عنده حتى علاقه بالحكم، ولكن هو يحب هذا الحكم يستمر لانه مستفيد. بالطبع دوك الرشوة في مجتمع العمق القيمي نتاعو يحرم الرشوة، يعني عند جزائري عادي الرشوة حرام. إذا با هو يقدر ياكل الرشوة لازم يلقى لها مصطلحات أخرى، يلقى لها عفايس أخرى، يلقى لها أوصاف أخرى. يقول لك الهدية، يقول لك يا ولدي هذه مش رشوة، هذه راني نعاون فيه، هذه ماخذة خاطر، هذه راهي إكرامية، يعني هذه راهي راهو راني أنا نتعاونوا. يعني يجيب لك مصطلحات أخرى، لأن كي تبقى مصطلح الرشوة يعني يشوك، لأن يعني الرشوة حرام. لعن الله الرشوة والمرتشي والساعي بينهما. لكن أستاذ اسمح لي برك، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، شو راح نفرقوا بيناتهم؟ لا يقدر يقول لك هذه وش العلاقة بين الرشوة والهدية؟ الرشوة هو مرتبطة بالمصلحة تاع الراشي، يعني أنت لو كان ما تعطينيش الهدية أنا ما نقضي لك صلاحك. هذه يسموها رشوة. هذه أنا الله يعافيني ويعافيك، أنا هنا يا راني مرتشي وانت يا راشية،
ولا كان جماعة القسطو دخلوا بيناتنا وما الساعي بينهما. احنا رحنا فيها في ثلاثة، لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما. الكلمة كبيرة، لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما. إذن هما بيتحايلوا يعطي لها أسماء واحدة أخرى. دوك هذا مثلا اللي جاته هذا السيدة هذه وعطى لها هذا البوست، يمكن ألي ميديوكر، ممكن يعني ما عندها حتى كفاءة، فدات البوست مش لأنها عندها كفاءة، دات البوست لأنها مدت الرشوة والله سيد كش ما عنده حاجة في دماغه ولا كذا شاب كابوتشينو. أستاذ أنت كنت من قلنا كلمنا على مسيلة، وجيت من مسيلة جيت للعاصمة، ولأن العاصمة هي اللي فيها السطح، كيفاش كون قاعد في مسيلة ما تقدرش تتأثر على أصحاب السطح من مسيلة؟ يلزم تكون في العاصمة. هذه شوف، أنا كنت جون واحد عالم مفكر كبير قال لي اسمع سي عبد الرزاق، قال لي واللعب في المتيجة، قال لي تعرف المتيجة؟ المتيجة يا الجزائر وبليدة. قال لي ما كانش للأسف علاه هذه الدول المركزية، يعني معناه اللي ما يش دايرة توازن، يعني أنت با تقدر تغير وبا تقدر، حتى لو كان تعود شاعر مثلا، شاعر موجود مسكين في ولاية من ولايات الداخلية ما يبرزش ما يبانش، ولكن لو كان يجي هنا، لو كان يجي للعاصمة وين كان الإعلام وين كان الخشبات المسرح وين كان الناس اللي يمكن يسبونسورو زيه وكذا، يعني يطلع صح. تمام، الشباب هذه جيت عند المدن الداخلية اللي يجي على العاصمة باش يبرز ولا احنا لازم نبدل الاقتصاد نتاعنا بحيث نديروا التوازن الجهوي، ومن بعد احنا نقدروا نوصلوا الى تنوع. قال هذه عاصمة سياسية، هذه عاصمة اقتصادية، هذه عاصمة ثقافية، قال هذه مثلا عاصمة مشهورة بالرياضة، معناها اسمها بيغروزي كول تاع الرياضة وكذا هنا. فاحنا لازم نديروا توازن بحيث نوزع الطموح، نوزع المصالح، نخلي كل ولايات القطر اي مواطن يستطيع يكبر فيها. اي هذا هو المشروع. إذا احنا شوف مشروع، احنا جينا مشروعنا استاذ إذا في كل ولايه نديروا سطح. انا جيت من في كل ولايه نديروا سطح شيخ، او كاين في كل ولايه كل ولايه نديروا سطح. انا موجود نديروا سطح ونديروا مول سطح ونديروا غير موجود كل ولايه فيها سطح تاعها. هذه هي سطح تاعها بصح انا نهضروا على سطح نادي راه يدي زيطاج اسمو او كان سطح اليوم وكان سطح اللي تحته راه يدي زيطاج شو بيه كذا. اذا جمهورنا الكريم بقاو معنا، نروحوا الفاصل الاشاري ونقول لكم ما تزابوناش، قعدوا معنا في قناتكم كابيتي باس باني. بدأنا في الجزء الثاني من حسكم بات بانيك، ما زال معنا الأستاذ عبد الرزاق مقري. أستاذ أنت الآن راك رئيس حركة مجتمع السلم اللي أسسها الأستاذ محفوظ نحن حرب يرحمه. أنت كنت عضو مؤسس أستاذ؟ نعم. فأي سنة التحقت بالنظام؟ لأن عضو مؤسس لما خرجنا للعلن الإطار القانوني، لأن هذا كان في 91، كان 18 شخص يعني وضعت أسماءهم في وزارة الداخلية، أنا كنت واحد من هؤلاء. كنت من 18 شخص اللي أسسوا الحزب رسمياً قانونياً يعني. رسمياً. الأستاذ الحزب نتاعكم ممكن يكون فرع من جماعة معروفة اللي هي منظمة الإخوان المسلمين، واش تعليقك على هذا الأمر؟ احنا لسنا فرع لمنظمة الإخوان المسلمين يعني، ولكن منظمة الإخوان المسلمين هي اسم لتيار أكثر منها تنظيم، يعني مرتبط بتيار الوسطية والاعتدال بشكل عام يعني. فنحن يعني نعتبر أنفسنا نحن الإخوان المسلمين في تيار واحد، وهو تيار الوسطية والاعتدال. مع أن أستاذ أنت تفتخر بأن بالأستاذ نتاعك محمد الراشد اللي هو من أكبر المنظرين، هو عراقي من أكبر المنظرين لفكر الإخوان المسلمين. صحيح، هو أكبر من الإخوان المسلمين، أكبر محمد أحمد الراشد هذا مفكر، لكن هو ينتمي للإخوان المسلمين. صحيح، هو ينتمي للإخوان المسلمين يعني، هو من الرموز الكبيرة في تيار الإخوان المسلمين. ولكن هناك بعض العلماء ينشأون في تنظيم، ولكن عطائهم العلمي والفكري والسياسي يتجاوز التنظيم، يصبح التنظيم لا يستطيع أن يؤطرهم، لأن يصبح فكرهم وعلمهم هو للأمة بكاملها يعني. وهذا في كل شيء يعني، يمكن واحد يعني يتكون في مدرسة نتاع مسرح يعني، ولكن لما يكبر ويشتهر خلاص يحلق في السماء يعني، يصبح مرجع للعديد يعني من الفنانين يعني. فلذلك نفس الشيء بالنسبة للعلم والفكر يعني. فمحمد أحمد الراشد هذا مفكر كبير يعني،
هو مفكر للأمة بكاملها وليس لتنظيم واحد. تنظيم لكن هو لا ينتمي. أستاذ الإخوان، جماعة الإخوان المسلمين صنفت مؤخرا في 2013، يقبل صنفت كجماعة إرهابية في من طرف روسيا وبعض الدول، ومن طرف السعودية ومصر صنفت على أنها جماعة إسلامية وجماعة إرهابية. أستاذ، لأول مرة تصنف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية هي على بقرار السيسي من قبل 2013 بعد الانقلاب. إيه بعد الانقلاب، قلتها بعد الانقلاب، يعني من قبل لم تصنف في أي يوم من الأيام جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية. إذا كان السيسي الإرهابي الكبير الدموي الكبير الانقلابي الكبير يصنف هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية، فهذا الدليل القطعي المادي الملموس بزيف هذا الادعاء. لأن حينما يصنفك واحد كما السيسي، يعني اللي الآن انقلب على الشرعية وانقلب على الديمقراطية، يعني والآن راه مصل بلاده بسبب عدم قدرته على التسيير وعدم فهمه للأبعاد الاقتصادية، راه الآن يوصل بلده للانهيار. لكن كاين اللي يقول لك باللي هذه رغبة الشعب، وهل هذا ممكن قبل نقولوا عليه باللي فشل الإسلاميين في بعض الدول حتى في الجارة تونس تراجع الحركات الإسلامية؟ هل هذا طيب راح يكون الواقع تاع الحركات الإسلامية الآن في الجزائر؟ وشوف الناس بغي يوصلوا إلى التفاهم، لازم يحدوا المعايير. شو هي المعايير اللي نقولوا هذا الحزب قابلوا الشعب ولا مش قابلوا الشعب؟ معايير الديمقراطية. نعم، لازم نتفاهموا باللي كان معايير نتفاهموا عليها. وش هي المعايير الديمقراطية؟ من بينها هي الانتخابات. يعني هل يوجد في المنطقة الديمقراطية أن حزب يحكم؟ واعر شوية هذه، خلنا في البوليتيك يا ودي، غير روح برك روح، إذا كانش ما حاجة نقول ما نقولوهاش ما نقولوش، غير روح برك روح. ألو واسي الميلود. لا ما راش يهضر بزاف، ما قال والو. لا قال لك ما تهضرش بزاف، قال لك غير بالعقل شويه، روح دوك قال لك روح غير، ما كاش مشكل. صعيد سي الميلود، راك مراقبنا على كل حال، رانا هنا ما كاش مشكل، الوقت اللي تبغي تعيط ولا غير بيبي نعيط لك. صحيت سي الميلود قال لك دوك نحاول الرنجي هذا. غير بالعقل اخويا، يعني ماشي نهضر على السطح، انا تاعي نهضر على السطح واحد اخر يدوك على الدفاع، واش من السطح كاين تنسيق ديال السطوح. اسمح لي ما تعرفش راهي السطوح كاينه ايطاجات وكاينه شبكه، راهي فيرتيكال وهوريزونتال. دوك انا مانيش مع السطوح، متفاهمين؟ انا مانيش نهضر على السطوح هذه اللي طالعه وراء وحده وراء بعضها في الجزائر، اني نهضر على سطح واحد اخر باراليل خاطر بعيد. يعني اذا سي الميلود لازم تفهموا باللي ودي مانيش نهضر على السطح تاعك. يا صح، فهم. انا نهضر على سطح واحد اخر، اسمح لي نهضر على السيسي، هذا سطح واحد اخر. معليش تكلمنا على الديمقراطيه وتكلمنا على الاخوان المسلمين، هل لكن الاخوان المسلمين يتكلموا على البيعه، ما عندهم مقابل الديمقراطيه ولا في الحركات الاسلاميه يتكلموا على البيعه، هل ممكن نتكلموا على الديمقراطيه في الاسلام ولا في الحركات الاسلاميه؟ استاذ هاني نجيك، هذا سؤال مهم، ولكن قبل ذلك حبيت نكمل الفكره بان المعيار هو الديمقراطية. احنا ما نقدروش نحكموا على حزب شد عام نقولوا باللي فشل، خليه يكمل المونضه تاعو. ممكن البدايه العام الاول يمكن يعني كان يتطلب منه انه يبذل مجهود كبير من اجل الخروج من ازمه دامت عقود من الزمن. يعني المنطق يقول لما يخلص المونضه تاعو، اذا كان الشعب قرر باللي هذا فشل يسقطوا بالانتخابات. نعطيك مثال، توني بلير نهار اللي مشى للعراق، مشى بريطانيا للعراق، خرجت له اعداد هائله بالملايين، خرجوا لندن يقولوا له سياستك غالطه. وش قال لهم؟ قال لهم عندكم الحق تعبروا على رايكم، ولكن انا ما نحتكمش الى الشارع. هذا انتم اعطيتوني رساله، صح اعطيتوني رساله وفهمتها، ولكن هاي جايه الانتخابات، اذا تعتبروا باللي سياستي هذه غالطه هبطوني بالانتخابات. جات الانتخابات هبطوا توني بلير. تسمى اللعبه الديمقراطيه، هذا نظام يدي الديمقراطيه. لكن مثلا احنا نعاودوا نتكلموا على احنا رانا نقولوا باللي بحكم انه النظام هذا صوت عليه، ان تقول سلطه الشعب، هذا النظام تاع اللي راني نقولوا عليه المعارض تقول عليه نظام فاسد، الموالين للسلطه يقولوا باللي هذا النظام هو اللي جاب الاستقرار للبلاد، عندهم سلطه الشعب صوت عليهم. نهضروا على البيعه ولا على سلطه الشعب؟ كيما تبغي. فيها شوف، قال احنا شوف في المنطق السياسي ما كانش قضيه البيعه، ما كانش، قال يعني ما كانش، كان عقد سري وعقد علني، ما كانش.
إذا تحب أنت تعطي تفسير للبيعة، هو العهد اللي يعطيه أي مواطن ينخرط في الحزب. قال أنا نعهد هذا الحزب هذا، أنني نلتزم برنامجه، أنني نمشي على منهجه، وأنني أنضبط بقوانينه. هذه حاجة طبيعية، الحزب في العالم كل عندهم يعني. إذا تقصد بالبيعة هو هذا الالتزام تاع الانخراط، أنت قال راح تنخرط في الحزب تاعي، لازم تعرف برنامجي، ولازم تعرف باللي كان لوائح وقوانين. أنت تكتب كما موجود حتى في بعض الأحزاب في الجزائر، حتى في عهد الحزب الواحد يعني كان في الظهر تاع البطاقة، قال أنا يا أعاهد الله أو أقسم بالله أو ألتزم بشرفي، كل واحد كيف يعني، بأنني سألتزم ببرنامج هذا الحزب يعني، وألتزم باللوائح تاعه بالقوانين تاعه. هذا شيء طبيعي. اللي ما لازمش يتقبل هو أنه يكون كاين شيء سري آخر غير معروف عند المواطنين. هذا ما لازمش يكون. وحتى إذا كان مبررات وجداته بالنسبة للحركة السامية في زمن سابق، وإن ما كانش كاين الديمقراطية، وإن كان العمل في حد ذاته سري، تنظيم في حد ذاته سري، هذا يمكن مفهوم أن الحركات الإسلامية في فترة سابقة ما كانش مسموح لها أنها تعبر عن رأيها، أنها تخدم في السياسة. هذا تعاملوا بمنطقة ما سموه هذه منطقة تقية أستاذ، ما تقية تاع الشيعة، عند السنة ما كانش عند السنة، عند الإخوان المسلمين المعتمدة في مصر أبدا. هذا التقية هذا مصطلح خاص في الشيعة، عند الشيعة فقط، أما عند السنة بكل مذاهبهم لا يوجد شيء اسمه التقية على الإطلاق يعني. طبعا هذه الصحافة نتاع مصر، هذا الإعلام نتاع مصر يفبرك يعني في الأمور، ولكن لازم الإنسان يروح للكتب، يروح للتاريخ، يروح يقرأ يعني، لأن الثقافة التلفزيونية ثقافة خطيرة. لا أستاذ، أستاذ في فكر حسن البنا، لأنه أستاذ كانت منظمة سرية، لأنه إحنا طلعنا على بعض الكتب كانت منظمة على بالك باللي كبدات الحسن، كبدات المنظمة بدات بأمور سرية، وكانت جماعة محظورة، بعد كيفاش كافح النظام. لا، بدأت علنية ثم أصبحت سرية، لأن كبدات الإخوة المسلمين كانت في عهد الشيخ حسن البنا كانت علنية يعني بالمقر تاعهم واضح يعني، ودخل كانوا بيدخل البرلمان، وزعما يا اخي حسن البنا يدخل البرلمان، وبعد الانجليز ضغطوا على فاروق قالوا بلي ما لازمش يدخل ولا هو ما دخلش، كانت علنية بشكل واضح. ولكن بعد اختيار الشيخ مصطلح لك مذكور حتى في القران، مذكور نتعاملوا معاه مع الكفار. لا شوف يعني، لا شوف، هو كان في القران الكريم الا انت تقوم منهم تقاتل، وش معناه انت يمكن مع العدو، دير الحيلة في الحرب، يعني، أو مثلا واحد يجي يفرض عليك مثلا، حتى يفرض عليك تكفره يعني، كما وقعت العمار بن يسر يطلب منك يقول لك لو كما تكفرش، لو كما تقول ليش هذا الكلام تاع الكفر نقتلك. الدين يفتيلك يقول لك با تسلك روحك قول هذه الكلمة، ولكن لازم يكون قلبك مطمئن بالإيمان، يكون قلبك مطمئن بالإيمان بالطبع، ولكن في نفس الوقت لو ما تقولش كلمة الكفر وتثبت وتصبر حتى يقتلوك، كما دارت أسماء بنت أم عمار بن ياسر، يعني ما قالتش قتلوها، ما تشهد، هذا أكثر بطولة، هذا أكثر شهامة. ولكن الإسلام جال الضعيف وجال القوي، كاين اللي قوي يقدر يموت على جال كلمته، بس كاين الضعيف، الضعيف لازم يرحمه، وهذا وما أرسلناك إلى رحمة العالمين يعني، لازم الإسلام يرحمه. قال شوف، أنت تقدر تقول هذه الكلمة هذه، ولكن لازم يكون قلبك مطمئن بالإيمان، وغير يخلص العذاب لازم أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالطبع هذا عند الشيعة خرجوا من هذه الآية، خرجوا منظومة بكاملها، ولكن عند السنة لا يوجد هذا الأمر، لا يوجد هذا الخداع هذا يعني، مفهوم التقية هذا غير موجود في فقه. أكيد إحنا بغينا نعرفوا رأي أستاذ عبد الرزاق مقري في هذا الأمر، لأنه بعض الأمور، بعض المصطلحات من الدولة كما تقول دولة الصحافة، وكاين بعض الأنظمة اللي حتحول بها تشويه الإسلام، ورانا نشوفوا الآن أستاذ مالوريزمون الإسلام ولا تجارة ولا أمور، والمسلمين بعض المسلمين ساهموا في تشويه صورة الإسلام. صحيح، الان رانا نشوفوا عالميا، تقول لي الصحافه استاذ، نعم نقول لك التلفزيون ياثر على بعض ذوي العقول الضعيفه، ممكن ياثر. احنا نروحوا الان دروك لاكرونيك تاع نجوى، غادي تحكي لنا شويه، نعاودوا نقولوا له تام تاع اليوم تاع الرشوه. تفضلي نجوى. اليوم حكايتنا اليوم كادر راح تكون على الرشوه، ولا كيما نسميوها حنايا تشيبا.
الامويين هما الاولين اللي انتشرت عندهم الرشوه بزاف على جال العرش والخلافه، ومؤخرا كيداروا دراسه حول الفساد لقوا انه شخص من بين اربع اشخاص يدفعوا الرشوه في العالم. افغانستان والعراق تتصدر قائمه الرشاوي، وفنلندا تتصدر الدول الاكثر شفافيه عالميا، وعربيا عندنا سلطنه عمان وعندنا الامارات. مي الجزائر حققت الرقم القياسي يا جماعه، شحال تتوقع كادر راهي الكلاسمون تاعها في الجزائر؟ في الجزائر شحال ما عندنا من رشوه عربيا وعالميا؟ انسقسي الان سمحين معليش نقدر خلي استاذ يجاوب، شحال زعما تكون كلاسي عربيا؟ شحال من كلاسي؟ شحال استاذ تقديراتك تكون المرتبة الجزائر؟ يعني كانت في واحد المرحلة كانت في مرتبة 90، وبعد كانت في 96، يعني كل مرة تطلع في هذاك الحدود. صح هذاك هو 94 عالميا بين 177 دولة عالميا، و 18 دولة عربية راهي في المرتبة العاشرة. سقسوني على كلاسي العاشرة؟ اه راهي العاشرة عربية. ما ندوحنا من كلاسي العاشرة ومن كلاسي 94 سمحنا ندور شو بزاف راكي متأكدة؟ أنا سقسي عليها سي الميلود سمحي لي دقيقة، احنا ما على بالناش، احنا راهم يتهمونا بالرشوه وبلاد تاعنا فيها رشوه. وسي الميلود هو اللي يعرفها شيخ. سي الميلود السلام عليكم، ماكش عيط لي اليوم بزاف ماشي عارف علاه. هي عيط لي انا كاين صوالح ما نقولهم لك. راه تقول باللي راهم كلاسي ربع شحال 94؟ 94 عالميا و10 عربيا. احنا نتسمى ندور رشوه. مي ماشي الرشوه كادر اللي فهمتها انت. 94 هذيك زدتي 90 رابعه مكلاسين الرابعه مالك تيا. انا راني ما سمعتش مليح. انا عندي واحد التعليق على راك ماكش تعيط لي بزاف. تعرف هذه من انواع الثقافات التي تنتشر في المجتمعات اللي فيها الشموليه. يصبح الانسان عنده لوطو سونسور، يعني الحاكم ما يقولوش ما تديرش. هو تال مخايف مسكين تال مخايف يعود يقرا يا هل ترى الحاكم هذاك هذه تعجبه ولا ما تعجبوش، فيعود كاين لوطو سونسور. الصحافي يل سوطو سونسور، الفنان يل سوطو سونسور، اكيد البلاطو سي كادر يل سوطو سونسور. كي ما يعيطلوش كادر يتقلق. انا نخاف يتقلق. انا نخاف. كي ما يعيطلكش راك لاباس. انا نخاف. هذه من اكبر النتائج تاع الانظمه الشموليه لي زوطو سونسور. يعود الانسان هو وحده ردود افعال تلقائيه، هو وحده يعود مبرمج باللي لازم هو يفكر في دماغ المسؤول، ما لازمش يغضب المسؤول. انا باش نبقى في هذا الكرسي وما يكونش معايا السي الشيخ. الله يحسن عونك اخويا. ايوا الله يحسن عوني الشيخ. ايوا بارك الله فيك. انا راني رئيس وعندي ناس يحكموا فيا شيخ. احسن حصه اوليق نشاورهم. لا خويا ولكن هذا سي الميلو نقدروا نشوفوه. سي الميلود ما نقدروش. واه على بالك انا واش سميتها في التصريحات نتاعي، سميتهم الخفافيش. هذو الذين يحكموننا من الخلف لا يظهرون الا في الليل. سميتهم الخفافيش. الخفافيش ترمي جديد عقل علي نديروا في الصحه تاعنا. هذه احنا ما نعرفوهمش ما نشوفوهمش في الصوره. هذ الناس يهضروا عليهم والناس يخافوا منهم والصوت سونسور بالنسبه لهم هما، ولكن عمرنا نشوفوهم، عمرنا نقولوا باللي هادو مسؤولين. يعني كملي لنا لاكرونيك تاعك. راح نرجعوا حكايتنا كادر. نرجعوا حكايتنا دركا، راح نعرفوا علاه رانا مكلاسين 94 كيما قلت لي. راح نجاوبكم على خاطر كبرنا عليها. جينا لكيفاش كبرنا عليها. في الابتدائيه كانوا المعلمين يعاملوا المركانتيازي والزواليازي على خاطر جماعه الدراهم كل يوم كادو، والزوالي مسكين يا حليلو ممنوع عليه يضحك، ممنوع عليه يهدر، وممنوع عليه حتى باش يشارك. يكون ولد فلان باه يشارك، وحتى باه يخرج للسبوره لازم كادو. مثلا كيما هذه ماشي محتم الماركه هذه، تخضروا ماركه واحده اخرى معليش تفوت. والله عندهم امتيازات اكثر من رجال الدوله. حاكمي العنينه السما لا يطيح، واللي تقتل اكثر انهم احسن نقطه هما اللي يديوها. نشفى السنه خامسه ابتدائي ديت معدل 17.77. انا صحاب الموني موني هما داو الجوائز، انا لا. كي سقسيت الشيخه علاه قالت لي داو غير جماعه امتياز بارك، وهي تقصد غير جماعه الكادوات بارك. هذه سموها مرحله البراءه. نروحوا درك لمرحله المراهقه واللي فوتها في متوسط فلاح محمد الخياري بام البواقي، تحيه ليهم. هنا في السنه الثامنه رجعت لنا الاستاذه فلاح الله يذكرها على خير، رجعت لنا ماده التربيه الاسلاميه وحطت لي فيه 19 شونس. كي سقسيتها علاه كلش صحيح، قالت لي لا تعرفي انت خير مني، انا نمدها لمن نحب 20. في رايكم واش جاوبتني؟ قالت لي انا نمدها لمن نحب. راكو تسمعوا، يعني هنا نحتاجوا كادو لكن من نوع واحد اخر. مثلا نقدروا هذا
هذا يفي بالغرض، تقدر تبدي 20 بها. اسمها واسمها شي خالي. لا 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 سيام هذا واسمه فلاح محمد الخياري. توا تاهم سيام سي نورمال تمدريك واش تحب سي نورمال. نروحوا دركا للمرحله اللي جايه بعدها وهي مرحله الجامعه، مرحله النضج العقلي. مي انا ما نسميهاش مرحله النضج العقلي على خاطر نسميها مرحله النضج الدراهمي والفلوسي. الناس هنا اللي جيبها معمره او تدفع مليح جامي شفناهم، مي في الاخر تاع العام نلقاو مزينين بهم لا ليست. في الاوله سقسيوني سقسوني كيفاه 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 راح تصرا. معادله بسيطه وسهله، عندكم الشكارة الكحله كيما اللي جبناها للسيكادير لهيك. هذه تقدر تقضي لكم واش تحبوا بلا ما تعانيوه، وتجيبوا ودي وجيبوا ودي ويرضي على الوقت. هذه هي المود باس في بلادنا. وصلنا لمرحلات بوجي تاكل الروجي. هذه المرحله تعتبر اخطر مرحله، لانه يا تكون سبع وتاكل الصاشي الكحله، يا تكون ضبع وتمد الصاشي وتديها ويديولك الصاشي الكحله. وهذه حكايه واحد نعرفه اللي بالعطف في 80 مليون مسكين قالوا له باه نمدولك السكنه، مي في الاخر لا سكنه لا صاشي كحله لا حمراء. لكن في خضم هذا كامل كادان نقولوا في الختام باللي نوجه رساله للشباب تاعنا، نقول لهم باللي ما كانش حاجه اسمها رشوه وما كانش حاجه اسمها معرفه، كاين حاجه اسمها قضاء وقدر ومكتوب، وهذا كامل مجرد اسباب حطهم رب العالمين في طريقنا باه يختبرنا. وعلى هذا نوصيهم يتوكلوا على ربي، يتفائلوا ويسعوا راح يوصلوا باذن الله. كيما درت انا الحمد لله راني فهمت وسعيت ووصلت وجبت الشكاره الكحله. جبت شكاره ابو جبت شكاره كحله فهمتي الدرس كانت معنا نجوى. استاذ انت كاينين بعض نعاود نرجعوا لك للنضالك السياسي، بزاف جماعه كانوا معاك في الحزب كانوا في الحزب وبعدين ولوا وزراء، منهم عمار غول، الاستاذ عبد المجيد مناصره، ابو جره سلطاني. انت يا ترى لغاولك وما قبلتش ولا ما لغاولكش؟ اي بالعربيه الفصحى ما حلبوك الشيخ. والله هذه قناعات على كل حال، يعني انا اقترح علي في الوزاره ثلاث مرات، يعني اقترحوك وزير ثلاث مرات. ثلاث مرات، مرتين في زمن الشيخ محفوظ ربي يرحمه منه هو يعني شخصيا، يعني مرة كنت في فرنسا، أنا كنت مسؤول بين في فترة طويلة، يعني كنت مسؤول العلاقات الخارجية والجالية، يعني مسؤول الحزب في الداخل في فرنسا، يعني فهو اتصل بي هاتفيا وفي الحق أنا فكرت طلعت قلت له بلي غير مناسب. والمرة الثانية كنت كذلك هنايا وغضب علي غضب شديد، يعني فقلت له شوف الشيخ، قلت له أنا ما نقبلش الوزارة مش لأنني زاهد فيها، أنا مش نلعب فيها، مش متزهد يعني والله قال الورع الكاذب، لا انا كغيري من الـ من الـ من النخب في الجزائر وكغيري من السياسيين في مساره، يعني ماذا بي في يوم من الايام يكون وزير ولا يكون رئيس دوله ولا يطبق افكاره ويطبق برنامجه. ولكن في هذه المرحله مانيش قانع، لان مانيش قانع اصلا بالمشاركه في الحكومه اصلا كحزب سياسي. ما هذاك الوقت انا مانيش قانع بان نشارك في هذا في الحكومه لاسباب مش الوقت الان اللي نقدر نتكلموا عليها. قلت انا لو كان انا معروف داخل الحزب على الاقل يعني وفي الراي العام معروف بانني معارض هذا الخيار، لو نقبل ان نكون وزير معناه راح اتناقض مع قناعاتي. في عهد بوتفليقه كلموك عيطوا لك باش طلبوا منك وزاره، قدموا لك وزاره حقيبه وزاريه وانت رفضت؟ لا، كان وقع فيه نقاش في نقاش بعده في الشيخ، وقع فيه نقاش ظهروا كانه راح يكون كاين فيه تغيير حكومي، وقع نقاش بيناتنا احنا في هذا الموضوع، نقاش كبير لان هذاك الوقت كنا في الحكومه يعني. ولكن بعد ذلك لم يحدث تغيير حكومي على الاطلاق يعني. فانا اؤكد يعني للراي العام في بعض الاحيان لما الانسان يرفض الوزاره مش معناها يتزهد والله مثلا يلعبها، لا، هو عنده قناعات فيحب يكون منسجم مع قناعاته. في هذه اللحظه لا يقبل ان يكون وزير، او في هذه اللحظه يكون وزير ويستقيل. صح، احنا شفنا في الدول الديمقراطيه في بعض الاحيان الانسان يكون وزير ومن بعد الحكومه تمشي الى شيء ما يمشيش مع قناعاته، لانه يحترم نفسه ويحترم قناعاته ويحترم الناس اللي يحبوه كذلك يعني، فهو يستقيل، ما يقدرش يمشي يبقى مستمر في وضع لا يتماشى مع قناعاته. انا على بالي باللي هذا الكلام هذا يبان غريب عند كثير من الناس،
او على بالي على بالي باللي كلام تاع هذه ما يفهموش بزاف من الناس بالنسبه للكثير من واش هذه قناعات ومش قناعات ما كان لا قناعات لا والو يعني لان علاه فيه 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 انهيار لمنظومه القيم فيه انهيار كبير منظومه القيم استاذ كاين تصريح تاع استاذ كاين تصريح استاذ تاع الوزير الاول عبد الملك سلال في حوار تلفزيوني قالهم باللي الوزير ما يحكمش الوزير ممكن الوالي يحكم اكثر منه الوزير ما عندهش صلاحيات ممكن يكون مستشار يحكم اكثر من الوزير كاينه من هذه انا نقول لكم مش غير الوزير فقط ما يحكمش في الجزائر الحكومه بكاملها ما تحكمش او يا هو ما يحكمش او يا شقا هو ما يحكمش هو سي سلال ما يحكمش شكون اللي يحكم في رايك كان السطح برك هذا ممكن هاي بلوكات هذه اسمح لي تبالي نعيط عليها عيط ولا قلت انا ما نعيطش ما نعيطش اخويا ما نعيطش ما نعيطش قال لي على لوطوسونسيم يلا نروح للدار ما نعيطش اخويا وتشجع هذه الحكي النتيجه هذه الحكي النتيجه ما تعيطش أورا أنا الناظل في البلاطو يا جماعة أنا الناظل الله ما عيط ليش سلميوت ما نعيط لاش أنا إصلاحات ديجا هذه هي أستاذ أنت الآن هاي أزرع القط شفت هما كانوا مطمئنين باللي عندك لوطوسونسور على هذه ما كانوش يعيطوا كي شافوك تحررت هم عيطوا ما نرفج هاي بارك الله فيك يا جماعة ما نرفج انا بالك غير بالك سلال ولا بالك سلال ياك سلال صح عاودي لي على السلال غير احكي معايا واش مشكل يعني الو السلام عليكم سي ميلود انا حسك سلال ما كنتش غادي نرفد لا هو قال الاستاذ مقري قال لي بلي سلال ما يحكمش انا قلت له يحكم كيف ما يحكمش هذه صحيتي انا شفت بلي انا خاطيني انا ما قلتش نعيط لك كيف ما نعيط لكش كمل لي الكريدي برك فليكسي لي صحيت سي ميلود انا نقول لك علاه سلال ما يحكمش مش لانه سلال اي رئيس حكومه في الجزائر ما يحكمش لان النظام السياسي تاعنا مركب هكذا دقيقه استاذ في هذه نقطه مهمه في نظام عبد العزيز بوتفليقه ولا بصفه عامه ملي بدات الجزائر رئيس حكومه ما يحكمش شوف هو ملي بدات الجزائر الحكم موجود فقط عند رئيس الجمهوريه ومؤسسه العسكريه من الاستقلال من الاستقلال وجيب هنايا تحب نحكي لك القصه نحكي لك اذا عندك الوقت احكي لي باختصار باختصار شوف هنايا هي البلاء كله وقع لما وقع الانقلاب على الشرعيه لما وقع لما ليطا ماجور الجماعه اللي كانوا في الحدود دخلوا وداروا انقلاب على الحكومه المؤقته وتحالف سي بومدين مع سي بن بلة هذه قصه واحده اخرى طويله يعني انتهت الديمقراطيه وانتهى العمل السياسي في الجزائر وبقي الحكم موجود عند في لمده عامين بين بن بلة وبومدين انا قلت بان بومدين لما دخل تحالف مع بن بلة فوقع اذا بينهما تحالف ولكن التحالف ما دامش كان توازن غير مستقر بعد ذلك بومدين انقلب على بن بلة وبقي هو اللي مسؤول المؤسسه العسكري وهو الرئيس حتى مات وبعد جا الشاذلي اودي وقال الكلام هذا خوف يا رشا صفا يا اخي صفا اختنا لاباس نعود ندير الاسم تاعها يا رشا لا ما كان قبيله كانت حكمه مال رابح جبنا شويه ما جيت صفا سبحان الله ابلع قلب العقل شوف لنا الميتسه الله يخليك شوف هالميتسه راه تما في الفلاروج دوزيام لوج صفا كاش طبيب هنايا في الجماعه ابلع قلب صفا ابلع قلب ابلع قلب رباح شوف شويه ما رباح الغى الميتسا يا سبحان الله يا رباح راك تشوف فيها لا شربي شويه ما امينه اذا راهي مريضه يفوت ولا سكرير روح شوف شوف ساكي كيف تحسين فيها شوف شو انت خرجها خرجها سبحان الله سيريو أمينة هاكي أمينة نو شوف اذا دوكا اذا راه سي سي سيريو على بالك في بلاطوات كيما هذه سي دونجور ما عرف لا نعرفوا انا سيريو ولا كيما قصه سي سيريو فتخرجوه تطبيب شيخ لا بيان سور نو سي سيريو يفوا لا سكورير برا مش في البلاطو
طبيب أستاذ، احنا بغينا نجربوك أستاذ. أستاذ عبد الرزاق احنا كنت راح داويني يا سلام، كنت راح داويني يا سلام. أستاذ عبد الرزاق على بالك أستاذ، احنا الجيل تاعنا، احنا الجيل تاعنا، الجيل تاعنا والله صراحة فقدنا الثقة في رجال السلطة، أي ما نأمنوهمش. احنا قلنا بلي الأستاذ عبد الرزاق مقري طبيب، احنا بغينا نتأكدوا بلي طبيب تاع الصح. أما لا أكيد جبتها ولا ما جبتهاش؟ جبتها شيخ. مي فريمون استعرب بك. انا تخلي الشك من بعد ولات المساله الضمير. بعد قلتي في هذا النوع من البرامج. ايه هذا الناس سي دونجورو. علاه سي دونجورو؟ باسكو ما يقدرش يعرف الواحد اسكو سي تانكو صح ولا مش صح، واللي يديرها الواحد مش نورمال. دونك لا سوليسيون سي كوا؟ سي دو سورتير دو بلاطو. il faut با جوي افيك لا سورتي. Il faut sortir du plateau. هذه حاجة كبيرة شيخ، حاجة كبيرة شيخ. نروحوا فاصل إشهاري قصير، نعاودوا نرجع معكم. قعدوا معنا الدكتور أستاذ مقري. حلمهم يتلقوا مع الديمقراطية ويسلموا عليها، وهما صورة كل شاب جزائري هي فرقة ديموكراتوس. شباب جمع بينهم الاختلاف باه يتميزوا، الغرابة شكلهم لكن الجزائر قلبهم. تخلقوا من عمق معاناة الشعب وكونوا نفوسهم من لا شيء. فرقة قدرت تكتب اسمها في وقت قصير وبإمكانيات قليلة. ديموكراتوس حبوا البلاد وقرروا يغيروا، فكانت الانطلاقة مع لاشونسون مازال. التحدي شعارهم، على هذا انتفضوا على الواقع وحاربوه بأغانيهم. مرحبا بك خويا ديموكراتوس. مرحبا بك، يعطيك الصحه اللي جيتنا ولبيت الدعوه، بارك الله فيك. يعطيكم الصحه، ميرسي افو نتوما اللي عرضتونا ورحبتوا بنا من نهار من هنا. من الكرافطه للبوليتيك، عندك الزهر ما درتش كرافطه اليوم. لا من الخضره للبوليتيك. من الخضره للبوليتيك نلبس كرافطه. واو نصدم في البوليتيك. نصدم في البوليتيك، مزيان ماكش لابس كرافطه. لا لا راني مهبط راسي. استاذ واش رايك في الغناء تاع الديموكراطيه؟ لو كان جي عندنا خمسه ولا سته كيما الصادق في التنسيقيه، لو كان ننجحوا في المشروع تاع الانتقال الديمقراطي. اسمع، لا 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 احزاب ولا هم يحزنون، هم ينجحوا الديمقراطيه. مرحبا بك مجددا صاحبي. احكي لي شويه، احنا لو تيم تاعنا تاع اليوم هي الرشوه. جروب ديموكراتوس واجهتوا الرشوه باش تفوتوا غنيه في الراديو، تفوتوا في حفله باش يبرمجوكم، ولا في حياتك الشخصيه تاع باش تخدم، ولا اسكو واجهت ان مومون دو كوربسيون في الموسيقى؟ زعما ديموكراتوس اون جامي بروبوزي ا كلكان pour faire passer un morceau تاعنا ولا جامي. pour faire un concert on a jamais demandé à quelqu'un pour nous mettre dans un festival ولا يعرضنا ولا نروح نديرو كونسير باش يخلصونا. جامي جامي درناها. دونك il y a des gens qui nous invitent, il y a plein de personnes à chaque fois, on rencontre des gens partout, même في الاردن. رحنا حتى الاردن وهاد الخطره نروحو حتى لبيروت. في افريقيا كاين كلك كونسير، في افريقيا كاين، ميم في لترونجي. مي دروك في هذا الوقت هذا شغل بدات شويه الدعوات تنقص شويه. بون اون با انكور فيني نوتر البوم، مي رانا نخدموا فيه مع الوقت. اون سي كو افيك لو طون فا فير بلوس دو كونسير، مي سورتو افيك لو بريفي. مع راك فاهمني، تما ما كانش الرشوه، تما الخدمه صاحبي. خويا منحوش احنا مطلوبين. مطلوبين شيخ، مطلوبين شيخ. منحوش نروح عند واحد نعطيه دراهم باش يفوتني، باسكو هادي ديجا هادي ماشي خدمه تاع واحد ارتيست. صح، ماشي خدمه تاع واحد فنان. في السياسه، في السياسه الرشوه احنا خاطينا فنانين. السياسه كاين استاذ صاحب البوليتيك، صاحب الكرافطه. الرشوه راهي كاينه بارتو، الرشوه بارتو بارتو بارتو. انا في حياتي الشخصيه كيما نقولوا احنا صراو لي بزاف ديكا مع لا جوندارموري، مع لا بوليس، مع بزاف صوالح. ان كا سبيسيال باغ اكزومبل، مش عارف شنو هذا الشيء اللي دعيت لك. شنو البروبليم اللي دعيت لك اليوم؟ لا قال لك شي حاجه نعيط لك انت. يا طلع ساعتك ساعه. صحيح. دونك صرا في نافير، سيتي فريمون حاجه غير اخلاقيه دارها واحد الانسان. انا جي في اون ايرور. خويا سعد كرحم والديك، شفق علينا شويه. انا جي في انا جي في اون ايرور، دبست معاه، سيتي فريمون تري فيولون. انا دروك الا راه شوف فيا نقول له اسمح لي، باسكو الله غالب درت حاجه ما تندارش قدام كاع الناس. ومن هنا المهم دونك يا با بروبليم، راه حنا
بعد جاوا لا بوليس رفدوني داوني للكوميساريا ناس تاك تاك من هنا صار لي فريمون ان كو فريمون تري سبيسيال كوم ان ارتست جو با فيير دافوار باسي سور سيت على هذا يسموا هذا الخطوه هذه باسكو هي خطوه انسان يتعلم في الدنيا كل ما دير خطوه كل ما تزيد تتعلم اكيد دونك مالوروزمون واحد الانسان كان سيتي لو كوميسار تاع 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 هذيك المقاطعه تاع صبر 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 على التليفون باش يعيط لي قال لك انا كنت عايط لي هكا باش يعيط هكا باش يعيط لي بغيت الحكايه مي مطفي التليفون كمل دونك شادرنا غبنوني بزاف داروني انا الظالم فاهم وهو المظلوم بورتون كان شارب يافي بوكو دو الاخر وعلاش باش يدي هو الدراهم باش يدي معاه الدراهم قال له هذا نغبنوه من هنا كيعطيك دراهم نقسمو هذا سان كوميسار اسمح لي الوالده تاعي مسكينه اللي نسلم عليها بون سلموا عليها كاع حنا كيما بوكو الوالده تاع ساده راحت تما زعما قالت ليش انا كنت تما جيتي فريمون في لا سيتياسيون تري غراف دونك جات من هنا باش يبدل لو بي في عطاتها 500000 500000 Après une semaine, je t'ai fait la télévision, محاربه الغش ومحاربه كي يسموه اسمح لي انا نقول لك زعما اسكو سي نورمال هاد الصوره راك فاهمني ولا لا بريميرمون يدير شو من بعد يفوت في لا تيليفزيون اون في دو لا بروموسيون بور دي جون كي سون با دو تو فيابل كي سون با دو تو زعما فريمون ما عندهم لا غير على البلاد ما عندهم لا غير على خدمتهم ما يعرفوش قيمه الشعب ما يعرفوش سي فريمون غراف سا سي غراف اسمح لي يا الساده قرا يعيط لي تيليفون لا لا عيط لي ليا ها عيط لي اهدر معاه فهم انت ولا نفوته لك صاحبي غادي نديرو قرلوه الو وي لا ما كاش مشكل انا غير نكذب زعما ما نقول الصح انا غير نكذب انا مش عليا مزيه يعطيك الصحه هذاك الساعه هذه حاله من حالات تاع الرشوه الله يهديهم هذو الناس اللي عندهم مسؤوليه ولا الله يهديهم نعاود نولوا للفرقه نتاعكم فرقة كيفاش تأسست فكرة ومن بعد كيفاش لو نون ديموكراتوس ديجا ديموكراتوس ولا ديموكراتوس طز ديموكراتوس تما ما كاش ديمقراطية بريميرمون الشرق واعر سمحوا لي على هذه الكلمة مي سي فريمون سي ان تروك شغل كناية ماشي ديموكراتوس معناها ما كاش ديمقراطية ديمقراطية نيكزيست با راك موافقه في هذه الفكره استاذ مقري ديمقراطيه ما كايناش الديمقراطيه في بلادنا كتتكلم على بلادنا ولا بصفه عام الديمقراطيه اساسا باسكو الناس يحسبوا الديمقراطيه غير باسكو يا با دي ليبرتي ديكسبرسيون هي كاينه منها يا با دي ليبرتي ديكسبرسيون باسكو باينه هذه بارتو مثل ما تقدش اكسبريمي ما تقدش دير شارك باغي ما تنجمنا خلينا من الحريات هذوك تاع شغل الحريه المطلقه لا هذه ما تكزيستيش premièrement donc même les États-Unis même les États les plus vraiment qui ont adopté la démocratie qui ont travaillé sur ça mais ils n'ont pas de démocratie donc fais-moi rentre les États-Unis chef de nas qui fait chahiche il y a pas de démocratie il y a l'individualisme démocratie دخل في ال في السياسة تاعها وفي ال تنمي في 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 عقلية الشخص وفي في نفسية الإنسان واحد الشيء سموه الأنانية والفردانية أوكي هذه الديمقراطيه ما الديمقراطيه اسمح لي صادق صاحبي واخويا ديمقراطيه ما كاش انا باغي نعرف حق الراي تاع الاستاذ مخرف في هذه صادق الظاهر فيلسوف وقيل مش غير مغني برك يعني هو هي يمكن هما جمعوا واحد الكلمه هي اغريقيه ديموسكراتوس هي حكم الشعب معناها الديمقراطيه في الحقيقه كان الديمقراطيه اليونانيه هذه كانت خاصه فقط باليونانيين الجريك يعني ولكن غير اليونانيين ما تطبقش عليهم الديمقراطيه الديمقراطية الغربية اليوم هي مستوحاة من هذا الفكر اليوناني الديمقراطية هي بالنسبة لهم فقط خاصة بهم بصح بالنسبة للشعوب العالم لا شعوب العالم هذا كلهم ديزيسكلاف ولكن الديمقراطية الليبرالية اللي يتكلم عليها الصادق هي اللي تنزع للفردانية تنزع إلى الكسب الشخصي وما تعطي حتى قيمة للمصلحة العامة واش تؤدي لغرو مونوبول يعني الآن مثلا في الغرب كاين اقليات هي اللي تملك الثروه يعني واحد 270 واحد يملكون ما يملكه العالم باسره يعني بعد هذو ولاو يتحكموا في الاعلام هما اللي يصنعوا الراي العام فاذا كاين واحد فيلسوف فرنسي اسمه الان تورين كاتب واحد الكتاب اسمه لا كريز دو لا ديموكراسي الديمقراطيه الان في الغرب تعيش ازمه حقيقيه
ولذلك خلقت هذه الأزمات الاقتصادية. الديمقراطية الجيدة هي الديمقراطية اللي مبنية على الكونترا سوسيال اللي بدها جون لوك ومن بعد هوبس وجون جاك روسو وتكلم عليها موتسيكيو وغير ذلك، يعني اللي هي عقد بين الحاكم والمحكوم اللي تضمن الحقوق. عقد احنا عقد يضمن الحقوق عقد لو تكون في ولا عقد مقنن استاذ. احنا غير باش ما نتكلموش بزاف في السياسه، انا نشوف في هاد لانستريمو هاد لانستريمو شتك ساهل وكاع اللي باغي كمال يسيي تمادي بلا ما يعيطوا لك بدلت شفت 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 انا باغي هاد لانستريمو سي كمال زمر به سي لي كمال روحي معليش ياك في سي فاشل كمال ما ديجا على بالك ما مغلوق مين فاشل كمال فاشل كمال فاشل فاشل كمال هذا ستاج على هذا ما درتش كاع اليوم في الحصه ما شفتكش على بالك استاذ صحيح انا شفت الصادق يهضر بوليتيك الاخر يقرب من اغنيه انا صح انا حبس ما قلتش الحصه سفري على بالك جماعه انا منكم انا نهضر على الموسيقى خويا حبسنا الصادق خلنا في البوليتيك واصل استاذ لا تسمح سفري هاد لانستريمو ديته معاك او زيتازوني تكلمت على لانستريمو تكلمت على لا ميوزيك الجيريان حكينا شويه ا بري بون جيتي سوليسيتي دو فير اون فورماسيون او زيتازوني اسمها باور اوف ميوزيك لا فورس دو لا ميوزيك لو تيم تاع لا فورماسيون سيتي فير رونكونتري دي بيرسوناليتي ميم بوليتيك كي يوتيليزي ميم لا ميوزيك بور دي ريزون بوليتيك في الموسيقى كما كان يقول هو كون عندنا وحدين كما هكا واش تي با داكور افيك معاهم سيتي لا بلو غروند اسوسياسيون تاع لي ديرو لا بروموسيون بور حق الانتخاب ولكن مع الهضره معاهم فهمت باللي سيتي با فريمون بور سونسيبيليزي لي زون باش يروحوا يديروا الانتخاب سيتي فريمون دي بيرسوناليتي قال فوالا نخدموا مع هذا في ليماج تاع باغ اكزومبل يا دي كولور يا دي تام يا دي تشوز زعما يزيدوا في المهم ايزون رامني بليزيور ارتيست J'ai rencontré plein de personnes. Fait le thème là. On a fait la formation. T'as appris sur la musique. Qu'est-ce que ça a ramené pour les droits, pour les Afro-Américains? Le jazz, c'est quoi le jazz? C'est quoi le blues? C'était pour rebattre les States, Los Angeles, Lula, Washington D.C. On va à Saint Louis, Missouri. On va à Atlanta, le Michigan. Il a joué là, au National Arts Museum. Il a joué Mazal, il a joué Zairi, il a joué Dunia. Et on a joué beaucoup de musiciens du monde arabe. Ils ont choisi 8 ثمان فنانين من العالم العربي يافي ان دكتور دو ميزيكولوجي من البحرين يافي وحده تلعب العود من جيروزاليم كان كاين من هذه اوزيتاجيلي ايه رحنا اون ريبريزونتي العالم العربي في الموسيقى وهذه زعما سي لا بروميير فوا اللي نهضرها سور الاخر من هنا و سو نورمال سي 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 بيرسونيل رحنا لعبنا موسيقى اي اون في دي رونكونتر مع دي جون دي بيرسوناليتي دي جون كي كونيس الموسيقى دي انتروبولوج يعرفوا الموسيقى كومون سا سباس كومون سا مارش انا مشي صرا اي جي بريزونتي الانسترومون تاعي كي سميته ولا ما سميتهاش مازال بصح حالي مسماه حالي مسماه جافيلوفون واه اخترعتيه ولا واه نخدم تاع هذا بون هذا سي ان بيتش فوكال دونك لا فوا تاعك سو بيتش تبان كي كومي ترومبيت ولا ساكسوفون لو كونسيبت سي كوا سي دير لها حاجه اللي تشدها باش تقول حكمتها بيدك تبلع عليها ديري تقبها نورمال سامبل سا سفيرم تخلي شويه هذوك لو بور لي زوند تاع لو سون دونك لي فيبراسيون هما اللي يخرجوا لو سون سي افيك لي فيبراسيون كو لا ميوزيك سي اون فيبراسيون فهمتي الموسيقى هي الجروب ديموكراتوس انت اللي تكتب الغناء بصح من بعد صاحبي سيفري كتبت على البوليتيك على الكرافاطه على كذا غادي يعيط لك ها غادي يعيط لك لا لا صايني متاع سيري سيري يعيط لك ليك انت وسكت الغناء تاعك كتبت غني تغني على الدودان اخي وي دودان مور دودان بصح ما جامي غنيتها سير سان هذه ما فهمتش كيفاش عرفتو بلي عندنا شيخ انا سيمين قلت لك كلش انا سي مقرد دابا قال لي وين جاي انا حسب زعما انت قلت لي دير المسرح انا سيمين قال لي قبل قالوا لي كلش انا على بالي بكلش كيفاش هاد الدودان غادي لي شويه اكابيلا من صاحبي الدودان سي تحكي على جوستومو على لي دودان شغل باش دير حاجه جوستومو على الرشوه على بزاف على هي لي زوبستاك دودان مور دودان مور دودان دودان مور دودان تلبوني تلبوني بلي دودان كت 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 تلبوني تلبوني بلي دودان كت 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 دودان مور دودان مور دودان دودان مور دودان
شاك فوا تروح لامريكان دودان تروح لابوست كان دودان تروح ل بارتو بارتو كاين لي دودان زعما ماشي غير اللي انا نشوفوهم سوقوا بالواطا وكاع كاين لي دودان بزاف على بالك حنا عندنا حريه كيما تبغي كاين اللي يخرج من الدار يدير دودان كما عندنا حريه صح سيري سيري دودان سمع ليش كيجي من الشعب معليش نورمال تجي من الشعب لا بصح دودان على بالك ثاني سا ديبوند تاع البوليتيك حنا كاين واحد دودان في الطريق من جهتنا كاينه كيجيو باغ اكزومبل يجي وزير الدودان ينقلع يعاود يروح يعاود يردوه كاين واحد مقابل غير تما تيجي دودان يجي وزير راه فايت قلعه انا بابا دي فوا نوض الصباح يزعف يدير دودان سا ديبو لا ديمونسيون تاع دودان استاذ مقري كاين واحد انسان معارض كبير يعني وهو ما همه الوحيد انه يعارضك انت راه باغي يقول لك حاجه جبنا الفيديو نتاعه شوف معنا مرحبا به شوف معنا الفيديو نتاعه ابي اسكو راك فخور بيا هذا عاود فكرنا بشكون هذا امين شيخ هذا امين شيخ قال لك اسكو راك فخور بيا بيان سير امين ربي يحفظ بعد علي العين على كل حال امين على يقرا شوف امين يقرا مليح ناجح ويحفظ القران سبورتيف كبير وزيد زين على مانيش فخور فيك اللي دير فخور بيه زيد باغي يقول لك حاجه اخرى زيد تسمع معايا يوسف حبيت نعرف علاه تحب الشخشوخه بزاف الشخشوخه هي سيده المواعيد ولكن ما هيش اي شخشوخه يسمحوا لي اصحاب الشخشوخه في كل قطر الجزائر شخشوخته ولا الدراج هي الشخشوخه المخيره في الجزائر يعني ولو كان ذوقها مستحيل معروفة. تقدر تقول باللي كاينه اكله ألذ منها زفيتي لا زفيتي مليح ولكن ما يلحقش الشخشوخه مازال يزيد يقول لك امين مرحبا بي يا اخويا روح اسمع امين ابي حبيت نقول لك حاجه بالك جامي قلتها لك انا نحبك ونفخور بك على بالك الاستاذ مقري هل في النضال ولا السياسي باش يكون عندك مشروع باش تكون شخصيه مهمه اول مناضلين اللي املوا بك هما العائله احنا كاين ثقافه صله الرحم هذه شيء عظيم الرحم معلقه بعرش الرحمن احنا عندنا بعد ديني في المحافظه على العلاقه يعني ثم بعد ذلك احنا مجتمع تاعنا مجتمع تاع العائله الصغيره والعائله الكبيره يعني أكيد. واي علاقات وديه وطيبه وتعاون داخل العائله تعطي للشخص يعني ابعاد نفسيه ايجابيه كبيره جدا جدا يعني فلذلك احنا الحمد لله يعني عائله طيبه بشكل عام يعني القريبه والبعيده يعني والعلاقات بيناتنا علاقات يعني طيبه وبفضل الله تعالى نولي للديموكراتوز تكلم لي على راكم ديروا في البوم تاعكم وسمعنا باللي كاين منتج معكم اللي كان اللي انتج البوب مارلي اسوا هذه دي ريمور ولا اكيده لا هذه اكيده ماشي سي با اون ريمور ومازال رانا نخدموا معاه بون الى فيني ميم اون الجيري سيتي بور لا بروميير فوا جا الجزائر جا عندنا الوهران ومن بعد رحنا لتيزي وزو بون سي يسابيل جوان لي روسيل زعما اللي بغى يعرف يروح يشوف سير انترنت سور سون سيت مي جوست جوان الين روسيل le site internet, tu vois la biographie, il y a même Démocratos 2013. Donc c'est notre coproducteur et c'est notre réalisateur. Le réalisateur de l'album. Qu'est-ce que normalement il y a eu l'album Je ne sais pas parce que nous avons un problème avec Abraham parce qu'on n'a pas. Je crois que nous avons un dame qui est à part Wahd Insan, c'est un producteur de film, il s'appelle Yassine Bouaziz. Téléfilm, donc c'est lui qui nous a vraiment aidé financièrement. Parce que nous avons fait l'album. Parce que déjà, premièrement, nous avons fait un hack. Déjà, même sur le groupe, on n'avait pas assez d'expérience. Où il était vraiment. C'était parmi les personnes qui ont beaucoup aimé les chansons, surtout la chanson Mazel, les Radin Rania vers la fin. Donc, le Had Al-An, il est toujours partant. Nous avons fait un bzaf. بدراهم بزاف ها دراهم بزاف سي لوي كي رامني جون على روسيل دونك سيتي لو كونتاكت بيننا وراكم الان راكم في تمشيو لفرنسا باش تسجلوا الالبوم وان شاء الله في لو موا دو ديسمبر هذا اون فا با ريبارتير اون فرانس بدينا هنا حنا انا بغيت نكمل هنايا الالبوم تاعنا فرانشمون جوري ايمي نكمل هنا مي مالوروزمون هو كوم عنده ستوديو عنده دي رياليزاتور عنده بلوتو دي انجينير دو سون
خدم مع سيلين ديون، خدم مع مع ستينغ بوليس، خدم مع دي غران ميوزيسيان. دوكو اون فو بيان لو فينير لا با بور فير بور بور دوني للبوبليك اون كاليتي شابه زعما. بارفي نسمعوا غني ناس با بروبليم، نغني مازال باسكو سي اون شونسون كي ا فريمون دوني ان بون بوز لو جروب تاع ديمقراطيه. غني لنا، غني لنا مازال، مازال غني لنا مازال صاحبي، غني لنا مازال مباشره موراها نروحوا للبوبليسيتي. غني مازال صاحبي. كاين اللي قتلو بلا ما يخافو من الرهب، كاين اللي كتبو غيباش في بلادي تنوض الحرب، عدوك اللي يعشقو في ثقافات الغرب. كاين الوالدين اللي ما نجحو في التربيان، كاع الولاد خرجو جهالو قتالاهم حابسيان. كاين اللي هبلو بالكاشي اللي هربو من الغاشي، اللي وسخ الكازي وقعد كل محبوس مباسي. كاين اولا ما اللي ماتو مرمى قارجهم هابيل، واللي الغربة قتلاتو بغى حرية التعبير. كاين اللي حكموا العباد بسياسة التزوير، واللي ما زال راهو طامع في التغيير. وما زال ما زال في بلادي كان رجال، وما زال ما زال تضربوا بيوم المتال، وما زال ما زال ما زال وما زال ما زال ما زال. كاين اللي بالحق داو الحق، وين الحق تسيب وانت صبت الفقر قعد في الفقر وهاك الفقر تسيب. كاين المسكين اللي فكر شو مازال معصور، كاين المسخين اللي بالسرقة داروا القصور. كاين معلمين اللي ولاو مجرمين ما صابوش عليها وين خلصة مليون ومئتين. كاين مهندسين البطالة مفلسين خاطر شو المقاولين سنة ستة حابسين. كاين الحاملين شهادات العليا ما خدموش في لاميري، ما عندهمش الأولوية مسؤول يعشق في الزين، خاصه وحدة لبنانية ولي ديبلومي بالملايين. ماليش نخدمو مانوفريا، وما زال ما زال في بلادي كان لجان، وما زال ما زال تضربوا بيوم المتال، وما زال ما زال ما زال وما زال ما زال ما زال. بابور مر بابور نشوفو فهم قريب، بابور مر بابور وانا معدود غريب. بابور مر بابور تسريبو تهرب، بابور مر بابور وهما يزيدو في التخريب. بابور مر بابور نشوفو فهم قريب، بابور مر بابور وانا معدود غريب. بابور مر بابور تسريبو تهرب، بابور مر بابور وحنا نزيدو في التخريب. وما زال ما زال في بلادي كان رجال، وما زال ما زال تضربوا بيوم المتال.
مازال 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 يا يا قولوا معنا قاع وو وو قولوا معنا نسمع والو مجددا في حاسبكم بابانيك على قناة كابيسينا معنا الأستاذ عبد الرزاق مقريق ديموكراتوس السادة انت الفرقة نتاعكم ما ريسكيتوش خليتوا هذا الطابع بالك قلتوا بالك احنا الشعب تاعنا راه موالف غير الراي بالك ما يمشيش الالبوم تاعنا انا شبريفير ريسكي بالغناء خير من ريسكي بوطيرك فاهم يعطيك الصحه بس انا غني نقول ش عندي في قلبي خير من اللي نقعد غير نكبت باسكو سي طرو بزاف فوالا جو مي سوي دوني او بوبل او بوبليك فهمتني نورمالمون ميم بور ان بوليتيسيان بور اتر ان بون بوليتيسيان اللي يكون عنده حاجه كيما هكا لازم يكون يخمم في روحه لا يخمم في الشعب باسكو هذا حاكم باغي يحكم باغي يحكم شعب فهمني ولا لا غير على بلاده غير على الشعب تاعه يكون يبغي المهنة تاعه ويكون غير ويكون عنده حكمة حكمة يفو ايمي يفو ايمي اللي تبغي حنا أستاذ عبد الرزاق بغيت نقول لك قبل كاين واحد الإنسان عنده راي يتزعم باللي عنده حزب وحنا بغينا نجي نسمعوه بكل ديمقراطية وشفافية عنده حزب بغيت تفضل معنا تفضل معنا الأخ عرف بروحك أسف ولا شجعوه خويا مرحبا بك السلام عليكم يا اخ عبد القادر والاخ مخري لم يكن يعرفني وانا كنت في الحركات الاسلاميه ولكنني كنت في الظل لا احب الشمس لاني عندي ما يسمى بلابو سونسيب يعني كنت في الظل ولكن جئت لاتكلم عن نفسي اليوم تفضل تفضل عرفنا بنفسك لا 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 هو اسمي الحقيقي هو ابو كمال الكوفي جار البغدادي الفسيفسائي لأني جدي الفسيفسائي هو الحقيقة من أدخل الفيسبوك إلى في مجال الإعلام يعني تفضل تفضل احكي لنا في الحقيقة يا شيخ أنا حزبي يعني حزب متطرف كان شيخ أنا ماني شيخ كان شيخ حزب أنا في حزب متطرف سميناه ببركة الله حزب متطرف العنق يعني حمع حمع يعني حركة حمع هي حركة متطرفة تنادي إلى تغيير المجتمع الذي آل إلى مجتمع مريض مريض يا شيخ الأخ كريم المجتمع الجزائري مريض يعني تخرج إلى الشارع الشباب يعاني من البطالة يعاني من البطالة والشاب البطال ماذا يفعل يدور 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 وبعد ما يدور ماذا يفعل يمارس والعياذ بالله ما يسمى بالتكحال يعني اسمحني على العبارة اسمحوا لي على العبارة يعني الأخ المسلم يكحل لأخت المسلمة وفي هذا المجال الأخت المسلمة مسكينة تعاني من العنوسة فماذا تفعل فهي كذلك تكحل للأخ يعني كما تعرف يا شيخ كثرة التكحال يأتي بالكحول
يعني يصير الرجل خابطا والامرأة خابطة، وهذا ما يأتي بما ما لا تحمد عقباه. يعني الأخ الكريم، الأخ الكريم، أنت متطرف تايا، أنت الحزب تاعك تظل مصباح تظل على التكحال الكحول النساء، فهمني أعطيني برنامج يا أخي الكريم، الاقتصاد السياسة التربية. يعني في يا أخي والله العظيم مجتمعنا نعاني من التبعية للمحروقات كما تعرف يا شيخ. وانا يعني سمعنا راك تدخل في الدين في السياسه اتونسيو. لا لا يعني فكرت يعني باش نخرجوا من التبعيه، باش نخرجوا، يجب ان نشجع الانتاج الوطني من الكحول. الكحول وليس الكحول، يعني الكحول، وذلك اذا شجعنا الكحول ننتج الكحول، فالمراه تكحل في بيتها، تكحل في بيتها وليس في الأماكن العمومية والأعراس والمراحيض العمومية. هذا هو يا أخي الكريم، أهضرني على الميادين الأخرى. ما هضرت ليش، ما سقسيتنيش السؤال اللي سقسيته للسي مقرو في بداية الحصة. واش هو؟ على عمل المرأة. عمل المرأة أخدم؟ قولي على المرأة. نحن يا شيخ مع عمل المرأة، يجب على المرأة أن تعمل إذا أرادت أن تعمل، ولكن يجب أن نعطيها الوسائل اللازمة للعمل، أن نعطيها وسائل، يجب أن نمنحها الباليهات والفروطوارات من النوع الرفيع، وليس تكرار الفروطوارات التي تجبد الماء من هنا ويذهب من هناك. ولكن نعطيها بعض وسائل الترفيه مثل آلة الخياطة وآلة الغسيل، ويعني المرأة يجب أن تعمل يعني في البيت. أعطينا كل الأحزاب تتكلم على برنامج الشباب، أعطينا أنت الأخ، أنت تقول لي عندكم مشروع للشباب؟ أنا فكرت وحدي هكذا، يعني الشباب الذي يبيع الزطلة والحشائش، يعني سوف نمنحهم طاولات لبيع حشيش الشربة والسبانخ، يعني يبقوا في ميدان النباتات والطبيعة وكل هذا. أما الشباب الذي يبيع الكاشي، يعني سوف نفتح لهم صيدليات معتمدة لكي يعملوا يعني يا لطيف يا لطيف. يعني ماذا يعاني الشباب الجزائري يا أخو صادق مارلي؟ يعاني الشباب اليوم من ماذا؟ من ما يسمى رواج هذه الموسيقى التي نسمعها، الاي اي والواي واي والعياذ بالله. يعني هذه الموسيقى انا سوف اقضي عليها يا شيخ. أيوة. يعني نقضي عليها، لقد اخرجت موسيقى جديده وسميتها حي حي. معايا يا شباب؟ احي حي احي حي. ماذا نضبط؟ ماذا ما تحشمش تكلم اسم الدين، نوض خرج، هذا خرجوا شيخ، هذا 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 حزب، هذا شيخ مسكين، هذا اللي كحلات له عمات ومسكين. اخرج عليا، اخرج اخرج، اروح 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 شيخ، اروح اروح شيخ، عرفي رايك الكحول انت خابطه. اخرج عليا. لا لا، انها المراه لقد طيبت بعضا من الكسرى وكانت فيها كثير من الخميره فتخمرت. اخرج اخرج عليا. كان معنا كمال عبدات لاكرونيك تاعو. استاذ، حنا عندنا في الحصه حاجه اللي نسموها كويز فات باني. مرحبا. نسقسيك استاذ، ما يلزمش تذعر، ما يلزمش تكون كاين غلط ابدا، وعندك الحق، كي ما تبغيش تجاوب قول لي سقسي الميلول، اسال الميلول، جاوب لي ما تبغيش تجاوب عليه. السؤال الاول، هل الحزب نتاع حمص ممول من طرف السلطه؟ لا. فيه جزء تاع التمويل خاص بكل الاحزاب الذي يتعلق بالنواب، لان هناك منحه. باختصار استاذ، هناك منحه للاحزاب بقدر عدد النواب، هذا الحصه مدينها كل جبهه تحرير ولا رنتي، لان غير شويه احنا عندنا حاجه قليله عندكم جدا. المهم ممول طرف صغير، قانوني لكل الاحزاب. استاذ مقري، من يخلص؟ يخلص من الحزب؟ يخلص ولا كان اذا كان امكن تقولنا شعال يخلص سي مقر؟ انا لي نمد للحزب كرئيس حزب، متى ما عندك كمناظر. مناظر كمناظر، لان احنا الميزانيه الاساسيه نتاعنا هي من جيوب المناظرين. وباش عايش سي مقر الان؟
عايش بعرق جبينه وعايش بالشهريه تاعو. تعال من حركه المجتمع السلمي. لا مش حركه المجتمع السلمي اكيد مش حركه مسقسين المعد سقسين ميلو. ايه استاذ احنا بالنسبه انتم كحزب عندكم ان ريفيرونس هي الدين الاسلامي وحزب اسلامي. جاء في الصحيحين استاذ ان قوما دخلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فسالوه عن ولايه فقال النبي انا لا نولي امرنا هذا من طلبه. صحيح كان هذا الحديث؟ كان صحيح حديث صحيح. لما واحد يطلب السلطه لما استنادا لقول النبي نورمالمون ما نعطوها لاش تو ما راكم تطلبوا السلطه. شوف هو الحديث هذا من طلبها وحرص عليها ولكن فيه اراء فقهيه اخرى يستندون الى قصه سيدنا يوسف يعني قصه سيدنا يوسف في القران الكريم لان في بعض الاحيان الذي يشعر بان له ما يفيد به الناس يعني يعرض نفسه دون حرص يعني. المنظومه شوف المنظومه العصريه حلت هذا المشكل. أوكي. المنظومه العصريه حلت هذا المشكل. اذا ممكن اللي يحتاج هو يطلب السلطه ما يحتاج يطلب السلطه لازم يكون عنده حزب عنده برنامج القضيه ليست قضيه اشخاص. اوكي استاذ في الاسلام استاذ لا يجوز الخروج عن السلطان الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم. اكيد استاذ انتم ما راكم معارضين هل هذا يعني ان هذا النظام اتى بكفر بواح؟ لا احنا نمشي ضمن فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده مراتب يعني اذا انت تستطيع ان تنهى عن المنكر لابد ان تنهى عن المنكر. اذا كان نهيك عن المنكر يؤدي الى منكر اعظم منه فانت لا يجوز لك ان تنهى عن المنكر يعني فهذه فيه قواعد فكريه وعقليه وشرعيه احنا منضبطين بها. اكيد استاذ سؤال اخير بالكويس بات بانيك كان يلغالك عبد العزيز بوتفليقه الراس في الراس هكذا كان رجل مع رجل واش تقدر تقول له؟ نقول له سي عبد العزيز بوتفليقه انت رجل كبير في السن وكذلك لا شك يعني انت مريض ونتمنى لك الشفاء دير حاجه في اخر عمرك اللي تخدم عليك عند ربي سبحانه وتعالى والاجيال المستقبليه تذكرك بخير فقرر الان قرر الان في هذا الوقت ما تسمعوا الموت اسمعوا قرر الان باه تمنع الفساد وباه تدير انتقال ديمقراطي وباه تخلي البلاد تتحرك باه الاجيال المستقبليه تستطيع ان تعيش في هذا البلد عزيزه في بلد مزدهر. هبني سيدي او كره هذه اسي ميلو ما يقدرش يشوفها ما يشوفهاش كاع او قال لك ما نشوفك ما تشوفها ها يا خلاص صح صحيت سي ميلو انا قلت له انا ماني بلغت الرساله شكرا سي ميلو بارك الله فيك صحيت اذا انت ها كويس بات بانيك الله يبارك فيك سي صادق صاحبي صادق بلا سي صادق انت انا بور موا راك تي ريبريزونت لا نوفيل جينيراسيون عندكم ان ستيل شنو تقدر تقول لي كومو فينال مو فينال تاع اليوم برك باسكو على شاك فوا هو يتبدل لك فاهم صافي بون انا نقول لا جوناس دونت جيف اب ذا فايت شغل كيما قال بوب مارلي قالوا على الناس الانسان كي يكون مامن بحاجه بفكره يبدا فيها ويكمل حتى لافا حتى لي رياليزي هذيك الفكره كان اي واحد مش عارف انا في قرايه في مش عارف عندك قرايه بدا كمل كيف خصك خدمه تبدا خدمه تاعك كمل حتى دير شرك باغي توصل دونك من الديبي من الا حتى للزاد كمل صوالحك حتى يكون عندك شرك شوك باغي وما تسمع بالعقبات ما تسمع بوالو راك فاهمني خدم 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 الا جات ما جاتش كاين توجور ربي قال لك طرقان واحد اخرين ديرهم وسالك يكون عندك العزم والثقه في نفسك بصح كاين حاجه شغل نورمالمون نهضر شويه انا وصاحبي انا حبيت نقول كلمه يعني قولي كلمه على الاداء تاع الصادق شوف الغناء تاع الصادق مشحون بالقيم كل صادق الغناء صادق, صادق وكل الغناء نتاعو قيم عاليه جدا جدا ونافعه للبلد ونافعه للامه شوف الفقهاء يقولوا الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام حرامه حرام الغناء نتاع سي الصادق مش غير حلال فقط هو واجب ولو كان يكثر مثاله سيحدث تغيير كبير في البلاد انا نهنيه على هذه القيم لان الاغنيه اللي سمعتها الاخيره اثرت فيها تاثير كبير ونحن نريد نريد خدمه القيم بالمسرح
بالغناء، بالشعر، بالكلمة، بالخطاب السياسي، بكلام الشباب، حتى بالرياضة. فهذا اليوم الحق أنا سعيد بهذه الحصة ككل، أنها كانت حصة ناجحة وممتعة جدا يعني، ونهنيكم. ميكي ماكس أقول لهم قول هذو الناس اللي راهم سياسيين، كاين وزراء، كاين تاع المعارضة وتاع النظام، يجوا الحصص مثل هذو أستاذ. أنت والله أنا أدعوكم أنكم تلبيوا الدعوة وتشجعوا هذه الحصة هذه. بالطبع هو في كل حصة يعني فيها أشياء توافق عليها وأشياء ما توافقش عليها، هذه هي الديمقراطية. ولكن المحصلة النهائية لهذه الحصة هي حصة إيجابية جدا. أنا شخصيا أعتبر بأننا اليوم أدينا رسالة جميعا كما رأنا أقول يعني، أدينا رسالة وخدمنا بلادنا، وإحنا نتمنى إن شاء الله بلادنا تتحسن يعني. سادة عجبت سنقري فيصل ديديكاس كالي أجدنا إنه دانير شونسون. إحنا جمهورنا الكريم قولكم تقعدوا معنا ما تزابوناش، دايما معكم رئيس الحصة، أنا ما نتبدلش، أنا هو الرئيس. قعدوا معنا السبت الجاي نخليكم مع أغنية أخيرة تاع ديموكراتوس.